أيها السادة، ختاما لنشرتنا الإخبارية السادسة والأخيرة من إذاعة قطر من الدوحة إلى حضراتكم موجزا لأهم ما ورد بها من أنباء. اتخذ مؤتمر وكلاء وزارات الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جلسته الثانية مجموعة من التوصيات الهامة. دعا نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهد أبو ظبي بريطانيا للعمل مع شركاتها في السوق الأوروبية على مساندة مشروع السلام العربي. نجا رئيس لبنان المنتخب بشير الجميل من الموت بأعجوبة من جراء انفجار دمر مقر حزب الكتائب اللبناني في بيروت الشرقية. رجحت أنباء تونس احتمال أن يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة السبعية المنبثقة عن قمة فاس اجتماعا في العاصمة التونسية في 21 من الشهر الجاري. قالت الإدارة الأمريكية إنها تجري حاليا اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية بأزمة الشرق الأوسط حول مبادرة الرئيس ريغان للسلام في المنطقة. كان هذا أيها السادة ختاما لنشرتنا الإخبارية السادسة والأخيرة ليوم الثلاثاء، أذيعت على حضراتكم من إذاعة قطر من الدوحة. نشرتنا القادمة نوفي حضراتكم بها في 6:30 من صباح اليوم الأربعاء إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة قطر من الدوحة.